رحت عند البابا قلت له أنا بدي أعمل طيار، كان هو طيار، فتوقعت إنه يقول لي يلا أوكي بدعمك وهيك. تفاجأت إنه هو ما كان بده، يعني كان ما بيدعم الفكرة أبدا لعدة أسباب. أول شيء إنه هو مرق بصعوبات ما كان بده يعني أنا أمرق فيها، وكمان كان في فيك تقول يعني هيمنة للمجتمع الذكوري بهذاك الوقت على هاي المهنة. فهو ما كان بده كأب لبنته، خايف عليها، ما كان بده. لأنه أنا رمضان مثل الركاب الصايم بدي أسألكم بس إنه أنت روح الأفطار. كان عبء مادي كتير كبير، بس على المدى البعيد كل هذا العبء اللي حطيته بيرجع لي إن شاء الله. وأنا كنت حبها كتير، يعني كنت مستعدة أعمل أي شيء. الواحد وقت اللي بيكون بده شيء كتير ما بيوقف عن شيء، بيحاول قد ما كان ياخد أي فرصة، ياخد دعم أي شيء، معنوي مادي كذا. أنا أهلي كتير كانوا مناح معي ودعموني كتير بهيدا القصة. لا أنا تمام. كطيران ما بده قوة عضلية، هو قوة ذهنية، مجموعة من اللوائح اللي تبعها شيء بسمى البروسيجر. فهو سواء اللي عم يطبق هالبروسيجر هاد ذكر أو أنثى، النتيجة واحدة مدام خضع لتدريب واحد. رحت قلت له طيب انا بدي اشتغل باي شيء له علاقه بالطياره، فرحت عملت دوره حجز وقطر واشتغلت بشركه كثير كبيره باجنبيه بسوريا. بعدين صرت بالعمليات الارضيه اشتغلت معهم كمان. كل ما كنت فوت على مجال كان ما لاقي حالي فيه، يعني اقول بدي كمان. بعدين اشتغلت بالعمليات الجويه بهذا المكتب، بعدين لقيت الفرصه، اجت الفرصه ورحت هون. هو وقت شاف انه عندي كل هالاصرار وهالباشن وهي العزيمه دعمني كتير وما وقف وجهي، بالعكس ما وقف وجه طموحي ابدا، وكان معي خطوه بخطوه. كلها